تحياتي ليك زميلي محمد تابع ونجوم المقصوره هنا من استاد الجيش برج العرب حيث انتهى مباراه سموحه والاسيوطي في نصف النهائي من مسابقه كاس مصر بفوز نادي سموحه بركلات الجزاء الترجيحيه. بالفعل مباراه ماراثونيه. معنا الان الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق نادي سموحه. كابتن ميمي في البدايه بنقول مبروك الفوز، فوز غالي، فوز صعب، فوز النهارده والحصول على البطاقه التاهيليه للمباراه النهائيه امام نادي الزمالك. كابتن ميمي شعورك ايه؟ الحمد لله استاذ وليد، انا سعيد بس في حاجه، مبروك الفوز والاداء والاداء. انا وان سايد جيم، الاسيوطي مالوش اي فرصه، الاسيوطي مالوش اي فرصه. انا بتكلم اللعيبه وان سايد جيم وبيلعبوا بسيستم وبيلعبوا باداء، وانا مبسوط بشكر لعيبتي. والماتش طبعا في كيل وقال، عشان بس ايه في اخر ايامي ما توقفش الماتش في كيل وقال، كيل وقال كتير، انما احنا وان سايد جيم. قول لي ايه فرصه للاسيوطي؟ الساده المحللين يقول لي ايه فرصه للاسيوطي؟ انا ماسك الكوره، متحكم في رتم المباراه، انا كان يهمني الاداء، وربنا الاداء كان المجهود اللي قام بالنجاح، الحمد لله. كابتن ميمي النهارده بنقول بعد تقدم نادي سموحه عن طريق تغيير محوري، تغيير احمد تمساح النهارده حول مجرى المباراه بالنسبه لنادي سموحه، ونقول يعني ضربه جزاء في الدقيقه 89 للاسيوطي. انا ليا ضربه جزاء، ليا ضربه جزاء اكيده في الشوط الاولاني. وطبعا انا مش هتكلم على حاجه، لان عشان برضو ايه يعني خلاص في اخر ايامنا ما يجرناش اي حاجه، انما انا بصراحه مش عارف ضربه الجزاء كانت قبلها تسلل، انما احنا الحمد لله وان سايد جيم في الاداء. انا مبسوط استاذ المحللين، الاداء بتاعنا راكي الحمد لله. كابتن ميمي المره الثانيه لنادي سموحه يصل الى المباراه النهائيه بعد موسم قضاء مع الكابتن حماده صدقي والوصول للمباراه النهائيه. النهارده الكابتن ميمي عبد الرازق على الرغم من اعلان رحيله عن نادي سموحه كمدير فني وتولي الكابتن علي ماهر النهارده المسؤوليه للموسم القادم لنادي سموحه، والنهارده وصولك للمباراه النهائيه. كابتن علي هيتولى الماتش الجاي مثلا؟ لا لا الموسم القادم، الموسم القادم باذن الله. وانا كنت متنبأ للزمالك بالفوز برضه مش ضد الاسماعيلي، لان الزمالك متماسك وبيلعبوا كوره كويسه، فانا الحمد لله بكمل المسؤوليه بما يرضي الله، وانا راجل الحمد لله مرتبط بنادي سموحه، وربنا كان المجهود في الاخر بالنجاح الحمد لله. سعيد ولا حزين النهارده؟ لا الحمد لله. السؤال انا سعيد جوايا، سعيد جوايا، حتى التعبيرات ما عادتش باينه عليا الحمد لله. كابتن مين بتهدي الفوز ده لمين؟ بهديه لكل مجلس الاداره واعضاء سموحه، وبهديه لزوجتي وابني وبنتي الحمد لله. مبروك كابتن مين. الله يبارك فيك. ده كان لقاءنا مع الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني لنادي سموحه، عوده الى المقصوره والزميل.